والله انا برحب بيكم جدا ومبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. انا حكيت قبل كده كتير في القصه بتاعت خروجي من نادي الزمالك. مش من الطبيعي ان انا اطلع اتكلم على نادي الزمالك باي سوء في ايا كانت اللي حصل معايا او ايا كان اللي تم. لولا نادي الزمالك انا ما كنتش هكون في اي مكان تاني، لان انا معروف السيد غدير لاعب نادي الزمالك. انا مش السيد غدير عشان لعيب جامد راح مكان، لا هو اولا عشان لاعب نادي الزمالك، بعد كده الناس طالما بيلعب في نادي الزمالك يبقى لعيب جامد. فانا الفتره اللي قضيتها في الزمالك انا فخور بيها جدا وراضي عن نفسي تماما تماما. كون ان انا ما تصعدتش فريق اول او مشيت فريق، ده توفيق ربنا واسباب طبعا، لكن خلاص ما فيش وقت ان احنا نفضل نتكلم في اسباب بقى، اللي هو انا اتظلمت، انا خلاص الدنيا ما بتحبش الشكاي والبكاي بالبلدي كده. رحت الفرقه يعني مستر محمود الاسيوطي زملكاوي 101%، مش 100%، عشان كده جاوبك كده. عشان كده بصراحه هو لما كلمني انا ما ترددتش 1%، وتاني مضيت في الاسيوطي على يعني في لافيينا على بياض برضه نفس المشكله اللي قلت برضه انت، لان انا من الناس اللي بتثق في الناس بسرعه. بس المستر محمود الاسيوطي بصراحه يعني حاجه في قمه الادب والاحترام يعني. فانا اتمنى من ربنا التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله وارجع بيتي. قول لي بقى ايه قصه اوسيريو معاك، وان هو قال لك ان انت بديل طارق حامد وان انت مستقبل نادي الزمالك، وليه يعني ليه ما صعدكش، او ايه الازمه في تصعيدك برضه؟ لا انا مستر اوسيريو اتكلم عليا بشكل كويس، حتى هو كان في النادي طالبين ان هم مستر اوسيريو ياخد فيها تقرير ان انا اكون موجود او مش موجود. الراجل كتب تقرير ان انا يعني من ضمن اللعيبه اللي هي مستقبل النادي في اللي جاي. ايوه. وبناء على ده ان انا قعدت وكملت السيزون اللي احنا فيه دوت اللي فات دوت. ايوه. بس الراجل كان من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم بصراحه، تكتيكيا وفنيا. الراجل دايما عنده، كان عليه هجوم يا سيد، كان عليه هجوم بشكل غريب يعني. احنا في الطبيعي يا كابتن احنا عندنا هجوم على اي حاجه كويس وبهش بيتهاجم طبعا. صحيح. بس هو الراجل بصراحه ما كانش ملتفت للكلام ده كله، لكن الظروف والمناخ الطبيعي ما ساعدهوش في ان ينجح مع النادي. هو انت فعلا كنت هتلعب ماتش الزمالك في عهده؟ ماتش اهلي والزمالك بتاع الكاس؟ كنت هخش سكور ماتش اهلي والزمالك. طب وايه اللي كان، ايه المشكله اللي ما دخلتش فيه؟ والله هم كان في سوء اداري كده، قالوا ان انا مش متسجل. مش متسجل في الفريق او في النادي، هم قالوا ان هو خطا اداري، ما كانوش يعرفوا ان انا متسجل والكلام ده يعني. لكن زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان انا جاي هنا مش عايز اتطرق لاي حاجه سلبيه. انا جاي اشتغل ان شاء الله في اللي جاي. واقول للناس ان شاء الله ادعموني في اللي جاي ان شاء الله. اخيرا كلمه عن جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك ان شاء الله مش هطول، ان شاء الله لافيينا هتبقى عوده ليا ان شاء الله، للعوده لنادي الزمالك في اقرب فرصه ان شاء الله، وانا هشتغل على ده جامد الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن سعيد انا اتشرفت بيك، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا جدا.